الصباح نظن ميقات الربعة ونص هكذاك تاع الصباح كانت ريحة الغاز باينة في البلوك كامل ريحة الغاز. السبعة غير ربع جات الطفلة راح تشعل البريكي ولا بالا باش يشتري سيتي كلاطات الباتيمون. صباح سمعنا هذيك الخبطة أنا نحسب زنزلة خرجت نجري يخرج تلقيت المرأة شاعلة فيها النار هي وبناتها زوج صغار وليدها مضروبة خرج يجري راح ديرك للسبيطار خرج هكذا دا واحد من عندنا من اللي تحوم عنده طوموبيل دا سبيطار والدراري عاد جايت نهرب فيهم قلت لهم خرجوا خرجوا مع الخلعه هذيك عاد اللي جيني قلت لهم خرجوا خرجوا المراه مسكينه خرجت هكذا مع صباح كي حل انا حليت الباب حتى لقيتها محروقه محروقه مغطيه مغطيه وجهها وهاربه دا والله العظيم غادي الكارثه في الشتاء في الشتاء في الشتاء في الشتاء دير كارثه